our next speaker, Dr. Bushoy Atalla, lecturer of pediatrics, St. James University. He will give us a talk about pacemaker implantation. تفضل دكتور بشوي. بشوي عطلة مدرس رعاية. أنا هتكلم دلوقتي سريعا عن البيس ميكر. طبعا السيشن كان اسمها دريمز كومز ترو، بس الدريمز كانت كبيرة قوي قوي قوي. 2 مليون دولار ده رقم يبني مستشفى. احنا احلامنا صغيرة خالص خالص، ويعني ما تعتبرش احلام، احنا انسايت صغير على البيس ميكر واستخداماته وفكرته، سواء في الرعاية البيدياتريك او في البوست كارديك. احنا البيس ميكر ده جهاز الكترونيك بيبروفايد الكتريكال سيجنال لما يكون العيان محتاج ان انا اديله الكتريكال سيجنال، او يكون البيس ميكر بتاعه في فيلير. يعني انواع البيس ميكر اللي ممكن تستخدم، عندنا البيرمننت بيس ميكر، وده مش السكوب بتاعنا، ده اكتر بيركب في الادلت. استخداماته لينا حاجات بسيطه هتكلم عنها سريعا. والترانسيانت بيس ميكر او الابيكارديال، وده اللي موستلي بيركب بوست كاردياك سيرجري في العمليات الاوبن. والترانسوكوتينيوس، وده احنا استخدمناه مره، يعني ده بيستخدم على جهاز الدي سي شوك، وبرده هشرح فكرته. اول حاجه البيرمننت بيس ميكر انديكيشن بتاعته، لو انا عندي ساينس نود ديس فانكشن او اي في بلوك السكند والثيرد ديجري، سواء كونجينيتال او اكوايرد او بوست كاردييك. احيانا العمليين بوست كاردييك بيخشوا في هارت بلوك، لو كملوا من 7 ل 14 يوم بلوكت بيبقى موستلي ان هو محتاج يركب بيرمننت بيس ميكر، وده بيبقى بيركب البيس ميكر ده. هو فكرته انه جهاز بيركب، بيبقى بواير راكبه في القلب، بيركب ترانس فينس، وبيبقى فيه زي جهاز محطوط سبكوتينيوس، وبيبقى لينكد للكمبيوتر بحيث ان هو يقدر برمجته. بس برمجته ده بيبقى مع في تيم مخصوص في الكارديولوجي اسمه تيم الاي بي اس، هم اللي بيشتغلوا على القصه دي مش احنا. وده شكل الجهاز. احنا بالنسبه لنا نركب فين الجهاز، او الجهاز بيركب ازاي؟ لو انفنت هنضطر نحط الجهاز في الابدومين لان مفيش مكان يتحط فيه، انما كل ما بيكبر اكتر بيتحط في الانفراكلافيكولار اريا، موستلي بتبقى النامد بيندنت هاند او الناحيه الشمال. وزي ما قلت مش هو ده السكوب بتاعنا، السكوب بتاعنا اكتر اللي هو الابيكارديال. الابيكارديال ده اكتر جهاز موجود عندنا في الديمرداش، في اجهزه كتير بس ده اكتر جهاز موجود. هو بيبقى فكرته ان هو الجراح اثناء العمليه بيركب بيس ميكر واير، بتختلف في عددها وبتختلف بتركب فين، واكوردنج للعدد وهي راكبه فين بقدر اظبط المود بتاعته. زي ما قلت ان انا الوايرز دي لو يعني ايديالي بمفترض نركب 4 واير، 2 اتريوم و2 فنتريكولر. الاثنين الاتريوم دول بيبقوا خارجين من صدر العيان ناحيه اليمين، والاثنين الفنتريكولر خارجين من صدر العيان ناحيه الشمال من الاسترنم، بس الاثنين راكبين على الناحيه الرايت، الاتريال على الرايت اتريوم والفنتريكولر على الرايت فنتريكل. زي ما قلت احنا ممكن يبقى عندنا سنجل واير واحد بس خارج بواحد بس فنتريكولر، والواير الثاني بيركب كوتينيوس، او اثنين واير فنتريكولر، او الاربعه واير اثنين اتريال واثنين فنتريكولر، وبيخرجوا يركبوا على الجهاز بمنظر الدياجرام ده. وده صوره الاكس راي بتاعتهم، لان احيانا بيتصور العين اكس راي ومبقاش، لو حد مش يعني اورينتد بالبيس ميكر، هي دي شكل الواير بتاعته عشان خاطر يبقى عارف شكلها ايه. البيست ويف تختلف عن النورمال ويف بتاعه العيان. انا بيبقى عندي حاجه اسمها بيسنج سبايك. البيسنج سبايك دي بتظهر وتسبق الجزء اللي هو هيبقى سواء اتريال او فنتريكولر، زي ما انا شايفها كده اهو جايه قبل البي ويف، فانا كده هبقى ببيس اتريال. يعني الجنريتور بيجنريت الكهرباء للاتريوم، وبعد كده الاتريوم بيطلع البي ويف. طب لو انا بيسنج فنتريكولر بيبقى شكلها كده اهو، بتبقى قبل الكيو ار اس، وشكل الكيو ار اس بتاعته بيبقى شويه وايد لان هي مش بتمشي في النورمال كوندكشن سيستم. اخر نوع من البيس ميكر ده ممكن نستخدمه على الجهاز الدي سي شوك، وده
بنستخدمه on emergency. ده ملوش بقى واير، ده بيركب من خلال بادز. هي البادز دي غالية شوية، بس يعني زي ما قلت احنا احلامنا بسيطة، يعني البادز دي ثمنها 2000 جنيه، 2500، يعني هي دي احلامنا ان هي تبقى موجودة دايما في كل رعاية، عشان ممكن اوصل لمرحلة من الهارت بلوك انا مش قادر افك العيان ميديكال، فبقى محتاج البيس ميكر. طريقة تركيب البادز دي بتتركب بطريقة من الاثنين، يا اما بتتحط واحدة على الايبكس من قدام وواحدة على ظهر العيان من ورا، ودي مصلي في العيانين الكبيرة شوية، سوري العيانين الصغيرة، او العينين الكبيره شويه بتركب واحده، بتحط واحده في الرايت انفراكليفيكولر والثانيه على الايبكس. تلزق. والجهاز اي جهاز دي شك فيه مود للبيسنج، مجرد ما بحول الجهاز على مود البيسنج وبظبط انا عايز اظبط في ارقام كتيره بتتظبط في البيسميكر، بس مود على الدي سي شك بظبط فيه حاجتين. انا هظبط الهارت، انا عايز العين يبقى هارت ريت بتاعه كام، وعايز اديله الاوتبوت بتاعه شكله ايه، وهنتكلم عن كل حاجه من دول سريعا برضه. انديكيشن للكلام ده، لو انا عندي سيمتوماتيك براديكارديا اقل من 50، هو الرقم مش كرود، ممكن يبقى اقل من 40، اقل من 60 على حسب، بس العيان ده سيمتوماتيك وعنده ديمينيش برفيوجن، يعني ابتدى الاستابيليتي بتاعته، الفازوموتور استابيليتي بتاعته تتاثر من البراديكارديا وما بيتحسنش طبعا ميديكال، او لو عندي سكند ثيرد ديجري هارت بلوك. والاستخدام الثاني، لو انا مركب بيرمننت بيس ميكر للعيان ده، والبيرمننت بيس ميكر ده حصل فيه فيلير لاي سبب، فانا دلوقتي ما عنديش وسيله ان انا اعملها غير ان احط الترانسكوتينيوس. طريقه تركيبه ان انا بدي العيان يعني حاجه ميدازولام او حاجه عشان خاطر البين، لان هو دي كهربا هتلسعه او هتحرقه، فلازم يبقى العيان شويه سيديتد شويه، وبشغل الجهاز. ده فيديو سريع لطريقة تركيبه، يا رب يشتغل. هو حط الاثنين بادز، هو مش هيكمل دقيقة، حط الاثنين بادز، حطهم الاثنين من قدام عشان العيان كبير شوية، اتفقنا لو عيان أصغر هيحط الاثنين من ورا، واحد من ورا واحد من قدام سوري، وشغل جهاز البيس ميكر على مود البيسنج. هو هنا بيسنج على ريت 70، هيبتدي يزود الاوتبوت. الاوتبوت ده يعني الملي امبير بتاع الكهرباء او بتاع الشحنه اللي هديها، لغايه اما يبتدي البيسنج ده يكابشر على العيان، او يبتدي العيان ده يلقط فيه البيسنج. وزي ما احنا قلنا هتفرق الويف ان هي بتظهر البيسنج سبايك قبل الكيو ار اس. في رول للبيس ميكر، في 3 رول مهمين اللي هم او مسميات، اللي هو السنسنج والاوتبوت والكابشر. معلش السنسنج دي شويه يعني صعبه شويه، ويعني كان يعني محتاج الواحد يبقى فاهمها وهو بيركب البيس ميكر. هو ممكن نفهمها على الدايجرام احسن وبعد كده نرجع نقراهم. انا لو حاطط السنسنج ثريشولد بتاعي قليل، هفترض ان ده العيدل دي الحاجات الطويله دي، الكولمز الطويله دي الكيو ار اس، والكولمز الصغيره دي اي نويز حوالي العيان او اي حركه حوالي العيان. المفترض الجهاز يحس العيان محتاج ان هو يديله بيسنج. يحس ازاي؟ ان هو يحس ان هو ما عندوش، ما بيطلع، ما بيحصلش كيو ار اس، ما بيحصلش اكشن بوتنشال. فانا لو حطيت السنسيتيفيتي دي قليله بالمنظر ده، فكده انا مثلا حاططها 1 أو 2، فكل الحاجات اللي فوق، كل ما فوق السنسيتيف فوق الرقم ده، هو الجهاز هيحسه كانه اكشن بوتنشال، فهيحس دي اكشن بوتنشال فمش هيدي، وهيحس النويز دي اكشن بوتنشال فمش هيدي، وهيحس النويز دي اكشن بوتنشال مش هيدي. فكده اللو سنسيتيفيتي دي، اما احط رقم السنسيتيفيتي قليل، انا كده في الاخر خالص هيبقى شكل الاي سي جي بتاعه كده، هو ستيل براديكارديك زي ما هو. ودي اللي احنا بنسميها اوفر سنسيتيف، يعني هو رقم السنسيتيفيتي قليل بس الجهاز اوفر سنسيتيف، ففي الاخر هو مش بيبيس. طيب لو عليت السنسيتيفيتي قوي بالمنظر ده كده، انا غطيت النويز والكي ار اس، فهو مش حاسس حاجه خالص من كل دول، مش حاسس الا اللي فوق دول بس، ومع كل ده هو بيدي على الرغم ان في كي ار اس حقيقيه او في اكشوال هارت ريت من العيان، ولكن هو نفسه الجهاز هيدي عليهم. ودي مشكلتي، اما انا الجهاز يشتغل مع يعني يدي بيسنج مع العيان، انا كده ممكن انديوس اريزميا لو وقعت الار ان تي، وقعت يعني ابتدى ريبولاريزيشن على الاند بتاع الديبولاريزيشن، هيدخل في اريزميا.
وده المنظر كده ان كل الويفز طالعه بيزد، وده اللي احنا بنسميه اندر سنسيتيف، فهو بيدي مور بيسنج. الايديا ان انا احط رقم البيسنج رقم في النص بحيث ان انا اغطي على النويز وابقى بحس العيان ان هو الكيو ار اس بتاعته، وفي الوقت اللي بيحصل فيه دروب بيت او العيان محتاج بيسنج الجهاز يشتغل. الصوره دي برضو موضحها لي تاني، لما حطيت السنسيتيفيتي قليله خالص هو حاسس دي كيو ار اس فمش هيبيس، وحاسس دي كيو ار اس فمش هيبيس. لما عليت السنسيتيفيتي جدا هو مش حاسس الكيو ار اس بتاعت العيان فهو هيبيس، فده الافضل. بيبقى ليها طريقه في التظبيط ان انا بحط مش مهم السلايد دي، بحط ببتدي بحط على الاول على اقل يعني السنسيتيفيتي، بخليه يابولش كل حاجه كانه مش حاسس العيان، وابتدي انزل واحده واحده لغايه اما لمبه البيسنج السنسنج اللي في الجهاز تحس، فاسيب السنسيتيفيتي على الرقم ده او انزل تحتيه بحاجه بسيطه. بعد كده النقطه الثانيه البيسنج. البيسنج ده انا ده يعني طبقا انا احط على مود شكله ايه وطبقا للجهاز اللي عندي شكله ايه. هي في اجهزه بيبقى بتبيس فنتريكولر بس ما فيهاش مودز سيكوينشال اتريال وفنتريكولر، وفي يعني جراح هيسيب فنتريكولر واير بس فمش هقدر ابيس اتريال، فاكوردنج للوايرز اللي عندي شكلها ايه انا هبيس سنجل فنتريكل اتريا او فنتريكل، ولا هبيس الاثنين اتريا او فنتريكل. ولما باجي ببيس في كل واحد منهم انا هنا هو رحت بظابط الاوتبوت بتاع الاتريوم، فكده انا بيس اتريوم. هنا ظابط الاوتبوت بتاع الفنتريكل انا بيس فنتريكل، هنا ظابط الاوتبوت بتاع الاثنين فانا بيس الاثنين. طب في حاجه كده بنسمعها ان احنا يعني الجهاز بيلوس كابشر، او يعني ايه فكره الكابشر؟ هو انا يعني اما احط الرقم انهي الرقم من الاوتبوت اللي يبقى مفيد للعيان او اللي يخلي البيسنج يوصل، هو دي فكره الكابشر، ان الثريشولد اللي عنده الاوتبوت ده يوصل لعيانه ويندوس كيو ار اس او يندوس الويف، يعني سواء بي ويف لو انا اتريال او كيو ار اس. في مشكله بقى اسمها لوست كابشر، ان انا حاطط الاوتبوت قليل فمش بيعمل مش بينديوسنج الكيو ار اس او مش بينديوس البي ويف. انا شايف البيسنج سبايك ولكن مش شايف بعديها لا بي ويف ولا كيو ار اس، لان هي اقل او السلك مقطوع او الجهاز البطاريه بتاعته في مشكله. فانا لازم ابقى فاهم ايه المشكله بتاعت الفيل كابشر دي، زي ما انا قلت البروكن واير، البيس ميكر فيلير، الباتري، الكونكشن، اسيدوزيس، فايبروزيس في مكان الواير، وده بعالجها بقى كل واحده طبقا لمشكلتها. ازود الاوتبوت، اغير الواير، اغير البطاريه، اغير الجهاز عند الجراح، اعمل اي حاجه يعني. بعد كده الكودز بتاعت البيس ميكر، احنا البيس ميكر ده بيتقسم لحاجه اسمها 3 كود بروتوكول. انا عندي 3 حروف طبقا اللي احنا قلناه، ده 3 حروف بيتقال بيهم او بيتكود بيهم البيس ميكر. الحرف الاولاني هو للبيس، هو بيبيس اتريا بيبيس ايه. الحرف الثاني هو بيحس ايه. الحرف الثالث هو بيعمل ايه. فانا لو الحرف الاولاني A يبقى هو كده بيبيس اتريوم، دي فنتريكل، دي دول فور بوث. السكند ليتر برضو سنس اتريا فنتريكل، دي دول فور بوث، او او هو ما بيحسش حاجه، هو مش انا مش طالب منه يحس حاجه، فانا هو بيدي وخلاص الرقم اللي انا ظبطه عليه. طب الريسبونس، الريسبونس ده في اي انهبيتد، يعني هو لو حس العيان بيطلع كيو ار اس او اكشن بوتنشال هو ما يديش. تي ده تريجر، ان انا بقى حاطط الاثنين اتريوم وفنتريكل، والسلكه الفنتريكل تحس ان في امبلس جايه من الاتريا فامبلس يعني تدي بلس هي لوحدها حتى لو في بلوك. والدول ده الاثنين انهبيتد وتريجرد، والاو ان هو ما بيعملش حاجه، يعني ما بيعملش حاجه للي بيحصل في العيان، هو مظبوط على حاجه معينه بينفذها ومالوش دعوه بالعيان فين. المودز اللي موجوده في البيس ميكر طبقا للحروف دي اي 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 اللي هو اتريوم، اي اي او هنقولهم برضو سريعا، في في اي، في او او، دي دي دي، دي او او. وادي شكلهم على الجهاز. اول حاجه البيسنج اتريا زي ما شايف البيسنج سبايك قبل البي ويف، جاي قبل البي ويف تظهر البي ويف، بعد كده بتبقى كوندكتد بتروح للفنتريكل، وانا هنا ظابط الريت وظابط الاوتبوت بتاع الاتريوم وظابط السنسيتيفيتي بتاعت الاتريوم بس، فهو هيبيس اتريال وهيسنس اتريال، والريسبونس بتاعه لو حس ان في اكشن بوتنشال في الاتريوم
intrinsic هو هينهبت نفسه مش هيطلع هو الامبلس. خلينا نقولها بطريقه ظريفه كده، ان احنا مثلا لو انا عندي هارت ريت 60 وانا ظابط البيس ميكر 100 والعنده ما فيهوش بلوك، فكده لو هقدر احسب الاتريال ريت بتاع العنده اللي انا حاطه على اي اي يبقى كام؟ 100. الاتريوم هيبقى 100 وهو ما فيهوش بلوك، فهم هيبقى كوندكتد الفنتركل فهيبقى 100، وانا كده ببيس اتريوم. فانا المود الاي اي ده ينفع في العيان اللي ساينس براديكارديا اللي انا عايز اجريه شويه او اسرعه شويه او الرقم بتاعه اقل. طيب ينفع باك اب، يعني ينفع يبقى الهارت ريت بتاعه 90 وانا احطه بيس ميكر، احط البيس ميكر اي اي 70 وما عنديش بلوك، برضو هنعملها تاني. الاتريوم هيبقى كده في المرحله دي 90 والفنتركل 90 والبيس ميكر انهبيتد، هو البيس ميكر ما بيديش، بس انا حطه في حاله ان العنده بيخش في فريكوينت بلوك، الهارت ريت بيقع كل شويه، فانا ينفع استخدمه باك اب. طب ينفع استخدم المود ده للهارت بلوك؟ تعال نشوفها مع بعض. لو انا عندي الاتريال ريت او الامبلس في الاتريال 90 ولكن اللي بيوصل منهم للفنتركل 40، وانا جيت ظبطت الجهاز بتاعي على 120 وعندي بلوك وظبطه على مود الاي اي، الاتريال ريت في الحاله دي هيبقى كام؟ الاتريا ريت هيبقى 90 بتاع الاتريام عادي. طب والفنتركل هيبقى 40. طب ما هو سوري الاتريا ريت هيبقى 120، ده اللي انا بيزد من البيس ميكر، انا اسف انا بعتذر، لكن الفنتركل 40 زي ما هو، لان لا الاتريال امبلس ولا البيزد امبلس وصلت للفنتركل، وانا كده ببيس اتريال، وده ما ينفعش. يبقى عندي عيان هارت بلوك وحطه على المود ده. فهو ينفع في الساينس براديكارديا؟ ينفع باك اب مود في الساينس باك اب مود لو انا عندي ساينس براديكارديا لكن مش سيجنيفيكانت؟ ينفع في الهارد بلوك؟ لا. هنطبق نفس الكلام ده على بقيه المودز برضو سريعا. الاي او ده هو عباره عن هو بيحس بيبيس اتريا ولكن هو ما بيحسش، هو يعني هو بيدي الرقم اللي انا حطيته له وظبطه على 120 هيديهم، ملوش دعوه الاتريوم طالع منه كام، ينترفير معاه مش ينترفير معاه، تيجي الامبلس فين هي تايم كالكوليتد وهتطلع زي ما تطلع. وزي ما احنا شايفين هنا الجزء اللي تحت ممكن يكون مش باين ان السنسيتيفيتي مفيش، انا قافلها خالص. طب برضو نعمل نفس اللعبه، لو الهارت ريت 60 والبيس ميكر 120 ومفيش بلوك، سوري دي مكتوبه غلط انا اسف، دي مفترض الاتريال يبقى برضو يعني هنا تبقى 120 مش 100. فانا لو الهارت ريت بتاع العين 60 وانا ظبطه على هنفترض ان دي 100، فهو هيبيس اتريال 100 وهيعدوا للفنتركل برضو 100 عشان ما عنديش بلوك، فهو برضو المود ده ينفع لو انا عايز اجري العيان الهارت ريت بتاعه قليل، بس اجريه على ريت اعلى من الريت بتاعه، لان هو معروف في البيسنج الاسرع هو اللي بياخد الابر هاند، فلو البيس ميكر اسرع هياخد الابر هاند وهيمشي القلب هيمشي ورا البيس ميكر. بعتذر عن الخطا ده. طيب لو الهارت ريت 90 والبيس ميكر انا ظبطه على 70 وما عنديش بلوك، هيحصل ايه؟ هيحصل irregularity، مره البيسنج هتوصل في الوقت بتاعها فهيبقى بيزد، مره هتوصل في الريفراكتوري بيريود مش هتبقى بيزد، فهيبقى irregular، مش هيبقى regular. ومشكله ده ان الانترفيرنس ده ممكن يدخل العام في الرزمي. فانا المود ده ينفع استخدمه في الساينس براديكارديا اعلى، ولكن لو استخدمته اقل از باك اب هو كده بقى دينجرس بالنسبه لي. وزي اللي فات ما ينفعش استخدمه في الهارت بلوك، لان هو كده كده مش هيبقى كوندكتد. فهو ينفع استخدمه ساينس براديكارديا ينفع استخدمه باك اب في الساينس براديكارديا لا، ينفع استخدمه في الهارت بلوك لا. بعد كده الفي ده يعني اختصار لفنتريكل، فانا كده نزلت ان انا هبيز فنتريكل، وده اكتر مودز بيبقى متعرف عليها في شغلنا في الكاردياك اكاديمي، عشان خاطر احيانا بيبقى العين بيخرج بس بالواير اللي هي اتاتشد للفنتريكل، فمش بيبقى ادي اصلا ان انا اعمل بيسنج فنتريكولر. وزي ما انا شايف زي ما احنا شايفين في الاي سي جي ان البيسنج سبايك جاي قبل الكيو ار اس، هو هيبيز فنتريكل، في في اي ده هيبيز فنتريكل وهيسنس فنتريكل، والريسبونس بتاعه هيبقى انهبيشن لو حس ان في اكشن بوتنشال انترنسك في الفنتريكل. نفس الكلام هنحاول نشوفه مع بعض.
طب انا لو عندي هارت ريت 100 حليته، هارت ريت 100 وبيس ميكر 100 وما عنديش بلوك وانا بيس في في اي، الاتريال ريت هيبقى كام؟ 60. اتريات 60 لان انا مش ببيس اتريوم. طب والفنتريكل 100. طب انا كده ببيس فنتريكل، ده ينفع في الساينس براديكارديا؟ اه لو ما عنديش غير الفنتريكولار واير والعيان صائب براديكارديك وابتدى يبقى هيمودايناميك انستابل، خلاص ما انا يعني هستخدمه فهو ينفع. هو مشكلته ان هو هيبقى ديسوشيتد من الفنتريكل، يعني من الاتريوم. الفنتريكل هيبقى بيزد بالبيس ميكر والاتريوم ماشي ورا الاس نود، ده لوحده وده لوحده. طب ينفع اعمل ده كباك اب مود لو الهارت ريت 90 وحطيته 70 ومفيش بلوك؟ اه ينفع اعمده، بس هو هنا ال90 دول هيبقوا اتريوم وبرضه هينزلوا فنتريكل والبيسنج فنتريكل هيبقى انهبيتد، بس لو في اي وقت الهارت ريت بتاع العيان نزل تحت ال90 تحت ال70 هيشتغل بيس ميكر، فهو ينفع باك اب مود. طب ينفع في الهارت بلوك لو افترضت ان الاتري ريت 100 والفنتريكل 40 وانا ببيس على 120؟ فلو انا حطيت الارقام دي في الاخر الاتريوم هيبقى 100، الفنتريكل هيبقى 120 ورا البيس ميكر، وانا بيسنج فنتريكل هيبقى برضو يوسفول، بس هو كده انا بانديوس اي في ديسوشيشن، هو اوريدي اي في ديسوشيتد، فانا مش بايديا في اي عيان بلوك ان انا بيس اتريال خالص، اي مود هيبقى في بيسنج في عيان البلوك هيبقى فنتريكل. انا اسف لو عديت الوقت. فينفع في الساينس براديكارديا، ينفع كباك اب مود، وينفع في الهارت بلوك. هنعدي المود اللي جاي ده، مش يعني مش ملوش استخدامات كتير. بعد كده احنا المود ده اللي هو الدي دي اي، انا بستخدم الاثنين بقى، يعني ببيس الاثنين، يعني هو انا بحس اتريال وفنتريكل وببيس اتريال وفنتريكل، والريسبونس بتاعي لما يجي يحس اي اكشن بوتنشال في الاتريال او الفنتريكل ان هو ينهبت نفسه. طب هو في مود تاني اسمه دي 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 مش دي دي اي، هو ده التاني هيبقى زياده عن ده في ايه؟ التاني زياده عن ده انه هيبقى سينكرونايزد، مش ده يعني المود ده الاتريوم شغال لوحده والفنتريكل شغال لوحده والبيسنج بتاع ده منفصل عن ده، انما الدي دي دي البيسنج هيبقى سينكرونايزد الاتريوم مع الفنتريكل، يعني السلك الفنتريكل الواير الفنتريكل لو حس ان في اي اكشن بوتنشال ابتدى في الاتريوم هو هينديوس نفسه حتى لو بلوكت، وده هنشوفها في الارقام. الساينس براديكارديا انا عندي 60 وحطيته على 100، فانا هبيس اتريال 100 اتريوم بيزد، 100 فنتريكل بيزد او كومباكتد لان انا ما عنديش بلوك، فهو بيزود الهارت ريت. ولكن المشكله اللي هو بتحصل هنا هو ان انا ما كنتش اصلا محتاج في العيان ده ان انا بيس فنتريكل، لان هو كل اللي هعمله بيسنج اتريوم هيوصله فنتريكل، فده بيعمل لي مشكله اسمها ان نيسيسري فنتريكولار بيسنج، وده ممكن برضو يندوس ارزمي. نفس الكلام في الباك اب، الهارت بلوك هو ده ينفع في الهارت بلوك لو انا عندي الاتريوم 100 والفنتريكل 40 وانا بيزد على 80، فالاتريوم هيبقى 100 ورا الاس نود والفنتريكل هيبقى سوري الاتريوم هيبقى 100 ورا الاس نود عشان خاطر الاس نود اسرع، والفنتريكل هيبقى 80 ورا الفنت ورا ورا البيس ميكر، فانا اتريوم الاتريال بيسنج انهبيتد لان الاس نود ريت اعلى منه والفنتريكولار بيسنج هو اللي شغال، فهو ينفع ولكن مشكلته ان هو ايفي ديسوشيتد، واحنا زي ما قلنا الهارت بلوك كده كده ايفي ديسوشيتد، فهو ينفع في الثلاث احتياجات دول. اخر مود هتكلم عليه اللي هو الدي دي دي، وده اللي زيادة فيه عن المود اللي فات ان يبقى فيه سينكرونايزد. احنا لو الصورة سوري مش باينة في الصورة دي، ان هو زي ما قلت سينكرونايزد، ان هو الاثنين اتريوم وفنتريكل سينكرونايزد مع بعض. نفس الكلام لو الهارت ريت 60 هو 100 بيزد زي اللي فات بالظبط، ولكن ونفس المشكله اللي هو unnecessary ventricular pacing زي اللي فات برضو في الباك اب، هو اختلافه عن اللي فات لو في هارت بلوك هو ده مش هيحصل بقى فيه AV dissociation، هو ده هيسينكرونايز، هيحصل فيه AV synchronization، هيسينكرونايز الاتريوم مع الفنتريكل على الرغم ان هم منفصلين عن بعض بالكوندكشن سيستم بتاعهم، فهو ينفع في التلاته. أنا آسف لو كنت طولت، شكراً.
شكرا جدا يا بوشوي على التوبيك الجديده، وبكده نختم السيشن بتاعت الدريمز الاكسبنسيف دي. بنشكر حضراتكم جدا على الحضور، وبنكرر تاني التهنئه لدكتوره حنان، دكتور طارق، دكتوره ميرفت، وكل تيم البيكيو على نجاح المؤتمر، ودايما دايما يا رب بالتوفيق في كل شغلكم وكل مؤتمراتكم باذن الله. شكرا لحضراتكم. شير بيرسونز آخر جلسة.